كما تعلمون أيها السادة أن العراق له من الحضارة ومن التاريخ ما يفتخر به العراقيون. اليوم الأهوار والآثار التي سجلت في لائحة التراث العالمي وهذا الانتصار الكبير، نبارك لكم هذا الانتصار ونبارك لكل صديق للعراق وقف في محنته خلال هذه الفترة. أيها السادة الأعزاء، نحن الآن نعيش فرحة غامرة بهذا النصر الوطني وهذا النصر التاريخي. كما تعلمون نحن هيئة السياحة، وزارة الثقافة، هيئة السياحة، إنما نقف الآن نحن المسؤولون الأوائل عن أن نتحدث عن هذا الحدث التاريخي الكبير، لأن انتصار الأهوار وتسجيلها في لائحة التراث العالمي سيجعلنا مطمئنين لأن نتحرك على العالم أجمع، لأن نتحرك على الاستثمار، لأن نقول أن هناك أمناً في مناطقنا السياحية الجنوبية، نتحرك اقتصادياً، نتحرك على الفاتيكان، لدينا مذكرة تفاهم مع الفاتيكان، هناك ملايين الحجيج المسيح الذين ينتظرون هذه اللحظات. حقيقة هناك مشاريع كبيرة وكبيرة جداً كانت تتوقف على مثل هذه اللحظات، والحمد لله وبفضل الله عز وجل، إنما نستحق أن نقول شكراً لله، لأن هذا النصر بالتأكيد كان توفيق من الله عز وجل. وأيضاً لا يخفى علينا أن نتقدم بالشكر الجزيل للوفد المفاوض الذي ذهب إلى تركيا، إلى اسطنبول، وجاهد ليل نهار، كنا على اتصال معه في كل لحظة، لا نريد أن نقول في كل ساعة، لدينا من الجروبات ولدينا من الاتصالات المستمرة خلال هذه الأيام التي مضت. كان هناك حقيقة هناك اهتمام كبير من قبل مكتب رئيس الوزراء، من قبل رئاسة الجمهورية، من قبل وزارة الثقافة، من قبل وزارة الخارجية، من قبل أكثر الوزارات. هناك عرس حقيقي، عرس وطني حقيقة. كانت هذه الحادثة أو هذا الحدث إن شاء الله سيكون مدعاة لوحدة العراقيين، مدعاة لانسجام العراقيين، لتقدم العراقيين. هذه الحضارة التي كتبها العراقيون الأوائل بدأنا نشعر خلال هذه الفترة وخلال هذه الانتصارات بذلك التاريخ المشرف للعراق. حقيقة هذا أستطيع أن ألخصه بكلمة واحدة، هو حلم، حلم كبير كان يمر على كل عراقي والسياحيين بشكل خاص. لذلك هذا الحدث التاريخي الكبير سيجعل من العراق على المستوى السياحي وعلى المستوى الاقتصادي له مستقبلا غير الوقت الحاضر اللي نعيشه. اليوم أدرجت 7 مواقع على لائحة التراث العالمي. هذه القضية تعطيك طموحا لأن تتطور السياحة في العراق، لا سيما في مناطق الأهوار والمناطق الآثارية. لدينا كثير من مذكرات التفاهم، لدينا كثير من البرامج التنفيذية متوقفة على هذا الحدث. هذا الحدث سيفتح آفاقا كبيرة لحركة السياحة في العراق، سيفتح آفاقا للحكومة العراقية من خلال إدراج الأهوار وإدراج هذه الآثار، لأن تفتح أبوابها، منافذها الحدودية لدخول السواح، لا سيما ونحن هناك حقيقة توأمة مع الفيزا الإلكترونية اللي راح تتناغم مع الأهوار والحركة السياحية. نهنئ شعبنا العراقي العظيم الكريم اللي يستاهل كل خير بهذا الإنجاز الكبير بانضمام 7 مواقع أثرية طبيعية للبلدنا إلى منظمة اليونيسيف والاعتراف بها كتراث عالمي. هذا إنجاز كبير جدا وإحنا نفتخر به، وإن شاء الله تدوم الأفراح على بلدنا، وإن شاء الله
إن شاء الله إن شاء الله نكون في مصاف الدول المتقدمة، لأن إحنا بلدنا يستاهل، يستاهل كل خير، والعراقيين يستاهلون كل خير. اعتبر فرحة عالمية للشعب العراقي تحويل هذه الانضمام الآثار العراقية إلى لائحة التراث العالمي، شيء يفرحنا أكثر ويزيد تطور العراق حال اقتصاديا أيضا، ونتمنى أن يكون للرقى وللأحسن لتكوين هذه الآثار إلى مصدر سياحي عالمي يتوافد العالم من كل جميع العالم، وتكون على مستوى أحسن في بنائه وتكوينه على شكل هيئة تراثية عالمية. اليوم انتصار كبير بالنسبة للعراق، الانتصار هذا يسجل في تاريخ العراق في هذه الأيام العصيبة. فرحتنا بقت حزننا على شعبنا وعلى الوضع اللي احنا به، يعني مع الأسف أيدي تعمل وأيدي تهدم مع الأسف، فإحنا إن شاء الله الأيدي تعمل نحن فوق أيديها، والأيدي تهدم إن شاء الله نقطعها.